دخيل، وهذه المرة من جديد ترجع، ولكن ماذا يقول حكم اللقاء؟ ركلة جزاء، ركلة جزاء لفريق دارنس. تتابعوا معنا السادة المشاهدين، إذا يقترب دارنس من العودة لكفة هذا اللقاء. نحاول ونتابع، وبالتأكيد هذه الكورة، وعمر مسعود، عمار مسعود، وهناك راية، راية وصافرة، ينجح عمار مسعود، ينجح عمار مسعود، قلت هذه الكلمة لعمار مسعود. كرة خطيرة 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 خطيرة، وهدف ثاني، هدف ثاني 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 ثاني. الله عليك الله عليك الله عليك. التونسي اللاعب ماهر أبو الأبيار، ترجع الكرة خطيرة خطيرة خطيرة، هذه كرة خطيرة، وتأخر محاولة هذه المرة عن طريق محمد صلاح، محمد صلاح، محمد، حذاري حذاري، ولكن عمار مسعود كل المهاجم واخذ مكان، محاولة هل تضيفها يا أبو الأبيار؟ الله 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 الله، يرفع الكرة مصعب، ومحاولة التمرير، وهناك خطأ، خطأ مواجه تماما لمرمى فريق خليل سرت. كورة خطيرة قلت، وتسديدة ربما، ارسل كورة، هدف 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 لمصلحة فريق دارنس. انتظار رانديل لفعلا يمرر له كورة، رانديل، وركلة جزاء، ركلة جزاء، مسك هناك، مسك من مصعب الكيلاني او من سنتعرف، هناك مسك، وحكم اللقاء قلت قريب جدا 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 من هذه الكرة. يلا يا بشير، يلا يا عماد، يا بشير يا بشير يا بشير يا بشير يا بشير يا بشير، أو ماذا يقول؟ إعادة يا بشير، وعماد الدين رجب ماذا ستحمل هذه الكرة؟ أنا موجود بشير الكرامي. محمد صلاح اللي يتوغل داخل مناطق الجزاء، ترجع عن طريق أمادو، أمادو لمر الكرة لمن؟ لرانديل، رانديل لعلي بالقايد، لكن يخطي سام عبد المجيد، يرسل الكرة تتجاوز لاعبي فريق الخليج، وظهور لعمار مسعود، يستلم الكرة ويحتضن هذه الكرة عن طريق محمد صلاح، خطيرة خطيرة، وهدف ثاني، هدف ثاني، تغيير مسار الكرة، كاد عمار مسعود أن يبعد هذه الكرة، لكن كرة خادعت عمار مسعود، قلتها فيما سبق. علي بالقايد، ترجع لبشير الكرامي اللي بدور ينقل كرة لجهاد، وظهور أول لجهاد، لكن جهاد ساكو ينقل كرة، قلت الأهداف موجودة في هذا اللقاء، محاولة تسديد، وهدف ثالث، هدف ثالث، هدف ثالث لفريق دارنس، هدف ثالث لفريق دارنس، الأهداف موجودة والفنيات موجودة. سوالي حماد، جهاد حفيظة، يرسل كرة، ونحن في انتظار الدولي محمد الشلماني، والكل يترقب، دقائق صعبة، مباراة صعبة، مباراة حقيقة. ارسال كرة، وتغيير مسار الكرة تصبح جانبية، وفي هذه الآونة سادة النظار الكرام، ألف مبروك للخلجاوي خليل سرت، بعد معاناة يلتحق بسلسلة الانتصارات، 3 أهداف 4 أهداف مقابل